مرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة ما هو السر. سيد الجو وملك الجوارح العقاب، أنواعه وصفاته والفرق بينه وبين النسر. خطأ شائع يقع فيه الكثيرون، وهو عدم التمييز بين العقاب والنسر. فبين العقاب والنسر فرق شاسع، ولكن للأسف كثير منا من يخلط بينهما. فالعقاب سيد الجو وملك الطيور الجارحة، عند تواجده في الأجواء لن تجد أي طائر غيره فيها. صياد بارع، لا يأكل إلا من صيده، ولا يأكل إلا طازج. أما النسور فمعظم طعامها من الجياف أو من بقايا فرائس المفترسات الأخرى، ولا تعتمد على الصيد لتأمين طعامها. حتى أن شعار العقاب موجود على أعلام بعض الدول أو يعتبر رمزا من رموزها، والبعض يظن بأن هذا الشعار نسرا، ولكن الحقيقة أنه يرمز للعقاب. كما أن مكانة العقاب موجودة عند العرب القدماء أيضا، فكانوا يطلقوا اسم عقاب على أبنائهم، وكان يرمز للقوة ولعزة النفس. إليكم بعض المعلومات والصفات عن العقاب. العقاب جنس من الطيور يتبع رتبة الجوارح وفصيلة البازية، وله أكثر من 61 نوعا، يعيش معظمها في أوراسيا وأفريقيا، ويوجد خارج هذه المنطقة نوعان يعيشان في الولايات المتحدة وكندا، هما العقاب الأصلع والعقاب الذهبي، وتسع أنواع في أواسط أمريكا وجنوبها، وثلاث أنواع في أستراليا، وهناك أنواع عدة من العقبان توجد في الفلبين. العقبان طيور جارحة ضخمة وقوية البنية، ولها رؤوس ومناقير كبيرة، وحتى أصغر العقبان حجما لها أجنحة طويلة وعريضة، وتستطيع الطيران بسرعة كبيرة. وكباقي الطيور الجارحة فإن للعقبان مناقير معقوفة ضخمة تستخدمها لتمزيق اللحم عن فريستها، ولها أقدام بعضلات قوية ومخالب خارقة، أما مناقيرها فتعتبر الأثقل من بين الطيور الجارحة، ولها أيضا بصر حاد للغاية، والذي يمكنها من تحديد مكان الفريسة من مسافة بعيدة جدا. تبني العقبان أعشاشها عادة على الأشجار الطويلة أو الحافات الجبلية العالية، وتضع معظم الأنواع بيضتين في آن واحد، فيقوم الصغير الأكبر عمرا والأثقل وزنا بقتل أخيه الأصغر بعد أن يفقس مباشرة، ويكون الفرخ المهيمن عادة أنثى، لأن الإناث أكبر حجما من الذكور، ولا يقوم الأبوان بأي عمل لإيقاف القتل. أثقل عقاب في العالم هو عقاب ستار البحري، إذ يصل وزنه إلى 9.5 كيلوغرام، وأيضا لديه أطول جناحين، إذ يصل طولهما إلى 2.45 سنتيمتر. أما أطول عقاب في العالم هو العقاب الفلبيني، إذ يصل طوله إلى 106 سنتيمتر. وبالنسبة للأقوى، فأقوى عقاب فهو العقاب هاربي، إذ إنه يستطيع حمل وزن 9 كيلوغرام والطيران به، وهذا بفضل جناحيه القويين، وأيضا له أكبر مخالب بين الجوارح، إذ يصل طولها إلى 12 سنتيمتر، وهذا يوازي طول مخالب الدب البني. أما الأسرع فهو العقاب الذهبي، إذ تصل سرعته إلى 240 كيلومتر في الساعة في حالة الغوص من مكان مرتفع فقط، وليس في الطيران الأفقي، ولكنه يعتبر ثاني أسرع طائر بعد صقر الشاهين.
شكرا لمتابعتكم الفيديو حتى النهاية، وإن أعجبكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، كما ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم إشعار لكل فيديو نقوم بنشره. دمتم بخير.